اهلا بيكم متابعين صدى البلد، معاكم هالة حافظ خبيره الفلك والابراج. هنتكلم عن سنه 2023. لو هنتكلم اول عن طاقه رقم 2023، هنلاقي ان 2023 بتحمل رقم 7، ورقم 7 ده من الارقام المميزه جدا جدا. طاقه رقم 7 يعني كوكب نبتون هو اللي بيحمل رقم 7، كوكب الروحانيات، كوكب السلام. معنى كده ان سنة 2023 ان شاء الله سنة هتبعد عننا كل ما هو صعب، التعامل هيبقى اهدى. انا شايفة ان كوكب نبتون ده من الكواكب اللي ما فيهاش خلاف. سنة التأمل، كل حاجة هتحصل في السنة دي هتتأثر بطاقة وقوة رقم 7. طيب، سنة التحليل، سنة الحكمة، سنة التوازن، سنة النزعة الدينية. خلينا نقول ان رقم 7 من الارقام المميزة. ليه؟ لان هنلاقي ان رقم 7 هو من الارقام اللي في القرآن الكريم، هي اكتر رقم اتكرر في القرآن الكريم بعد رقم 1. هنبتدي على طول، مش هنطول، وهنبتدي على طول بمواليد الحمل. مواليد الحمل انتوا تعتبروا من الابراج الاكتر حظا في سنة 2023 من الاربعة الاوائل. ليه؟ لان كوكب الحظوظ الكبرى اللي هو كوكب جوبيتر داخل عندكم من اول السنة لغاية 16/5، يعني عندكم 5 شهور تعملوا فيها كل اللي انتوا عايزينه. عندكم تعويضات مالية، عندكم تعويضات مهنية. شايفة ان كمان زحل حاكم المنزل العاشر بينتقل للمنزل ال 12، يعني عندك تحرر من قيود نفسية، عندك تحرر من علاقات كانت اجهدتك او تعبتك قبل كده، عندك تعافي من حاجة صحية كنت تعرضت لها قبل كده. المريخ حاكم برجك هينتقل بشكل متقدم من بيتك الثالث ثم الرابع ثم من لغاية 25 مارس، هيدي لك طاقة وحماس وانطلاق. معنى كده ان انت الكواكب دعمك بشكل كبير قوي قوي قوي. عندك مكاسب مالية، عندك كسب القضايا، عندك رجوع حقوق. في دراسيا حاجة، لو انت بتشتغل في حتة اكاديمية هتلاقي ان انت عندك تحقيق اهداف اكاديميه حلوه، ممكن حد ياخد ماجستير، دكتوراه، ياخد كورسات جديده، يتعلم لغه جديده، ثقافه جديده. طب خلينا نتكلم بقى عن التواريخ. المكاسب الماليه اللي عندك يا مولود الحمل هتبقى من امتى؟ عندك مكاسب ماليه من 19 مارس وهترتفع بشكل كبير جدا لغايه 22 يونيو. وعندك نقله كبيره على الصعيد المالي او استثمارات او مدخرات. ممكن بعض مواليد الحمل، ودي اللي واضحه جدا، يسيبوا عمل ويمسكوا عمل تاني، أو عنده فرص كبيرة للتنقل والسفر، والسفر بغرض عمل، عمل يا إما عقد مؤقت يا إما عقد دايم. الناس اللي بتشتغل من مواليد الحمل في الإنترنت والأعمال الأونلاين والتسويق والاستثمار العقاري نجمهم حيلمع جدا جدا. وعندك فرصة عقد عمل يعني جديد هتطور أعمالك بشكل كبير جدا. فالمكاسب المالية في أول 5 شهور مفيش فيها قلق. بالنسبة بقى للعاطفة، بالنسبة لك يا مولود الحمل أنت عندك وعود ولقاءات حلوة جدا جدا. فينس موجود في الأسد الناري اللي زيك هيقعد 4 شهور على غير المعتاد من شهر 6 لشهر 10. العلاقات اللي كانت بتمتص من أعصابك كتير جدا وكانت بتجهدك وبتهلك مشاعرك هتخرج. الحب الحقيقي بس اللي على أسس سليمة هو اللي هيصمد ويقوى ويستمر. العلاقة اللي كانت عاملة كركبة على الفاضي واخدة مكان على الفاضي دي هتطلع. فأنا شايفة بقى أن العلاقات من يناير لأول إبريل العلاقات هتبقى في مد وجزر ونقاشات وجدالات شوية. العزاب في زواج، ممكن افضل الشهور للزواج للعزاب من 20 فبراير ل 7 مايو. الفتره دي ممكن يحصل لكل مواليد الحمل زواج، يا اما تقليدي او جواز صالونات بدون حب. ممكن جدا الحمل يتجوز السنه دي بالعقل او مجرد اعجاب بس في الفتره اللي قلنا فيها من 20 فبراير ل 7 مايو. الاوقات بقى اللي يحذر فيها مولود الحمل من الخلافات والمشاكل، جدا ممكن يبقى فيه قطيعه، انفصال، تصاعد خلافات من 25 يونيو ل 23 يوليو ومن 22 سبتمبر ل 23 اكتوبر. فترات السفر، السفر مفتوح على مصراعيه من اول السنه من 19 يناير ومن 25 مايو. زي ما قلنا المهنه ممكن يترشح لمنصب جديد من بدايه العام قوي او اواخر العام قوي. في كمان احكام قضائيه ممكن لصالح الحمل على مدار العام، يعني مدار السنه فترات متفرقه ممكن يكسب قواضي. بس انا عايزه مواليد الحمل يحذروا من العين والحسد، هيزيد قوي العين والحسد السنه دي خاصه من شهر 3 لشهر 5.